سنة طيبين، صحابي وحبايبي واخواتي اللي طبعا كانوا واقفين جنبي. احب اقول لكم دلوقتي ان انا الحمد لله ما عادش في اي حاجه دلوقتي وبقيت بخير. وهي كانت جدعان اقسم بالله انتوا كبرتوا الموضوع زياده عن حجمه. الموضوع ما كانش فيه اي حاجه، الموضوع كانت مجرد مشكله عاديه وانتوا اللي كبرتوه. فيا ريت الناس تبطل كلام عشان خاطر بجد انتوا بتسببوا مشاكل للناس مالهاش دعوه بالموضوع. يعني انا واحد ما كنتش موجود دلوقتي متسبب في المشكله، فانتوا يا ريت تبطلوا كلام. هو الموضوع اتحل من غير اي كلام؟ وانا اجيب لكم منا دلوقتي. منا يا جدعان قول لكم ان مفيش اي حاجه وهي خلاص. طيبين على كده مفيش اي مشكله ما بيني انا ومازن، انا بس كنت منهاره بسبب اللي حصل، لان في ناس كتير وقعت ما بيننا الحاجات اللي هو كان بيعملها. بس هو خلاص الحوار خلص واحنا جبنا حقنا ومفيش اي مشكله، بس مفيش خلاص خلاف ما بيننا ومفيش اي حاجه. يا ريت الناس تفهم وتبطل كلام عشان بجد انتوا بتتكلموا في حاجه انتوا مش فاهمينها. يلا كل سنه وانتم طيبين، وبشكر كل الناس اللي قالت كلمه حلوه. كل الناس عشان اثبت لكم ان معظم الكلام اللي بيتقال ده كلام مجرد اللي الناس قاعده مش لاقيه حاجه تعملها فبتكتب. انا ما كنتش موجود ساعه اللي حصل. تاني حاجه الفيديو اللي متسرب ده فيديو، ده مش هي اللي في الفيديو دي اولا. ثانيا فيديو متركب على صوت على الكلام ده كله، الفيديو فيك وانا ما كنتش موجود وقت الحادث. عشان بس ده حاجه تثبت لكم ان كل الكلام اللي بيتقال فيك، فانتوا يا ريت ما تصدقوش اي حاجه. وبالله عليكم كفايه، ويا ريت الناس تعمل بدل هاشتاج حق منه هاشتاج مازن مظلوم، تعملوا هاشتاج خلاص الموضوع خلص والحمد لله.